وإنني أعاهده أن القوات الخاصة الذين هم أبناء هذا الشعب، قوات الصاعقة والمظلات، ستقوم بحمايتهم وتأمينهم من أي اعتداء داخلي أو خارجي. أنا إن شاء الله إذا كان استطعت نلم القوات الخاصة والجماعة اللي لا نعرفهم حنديروا عمليات وحنجوا حتى السرق ندمر الطائرات اللي فيها بإذن الله. كان جماعة لأن الجيش هنا راح ربي يوفقك. القوات الخاصة عندي فيها أنا مغازي حوالي 4000 جندي اللي جو منهم عن تو 40 واحد. ليش؟ لأني أنا مش قاعد. المقاتل الحقيقي بتاع الصاعقة اللي يقدر يتصرف بين الخطوط، يقدر يدفع القوات المعادية، يقدر يدير عمليات إغارة وكمائن وكذا، مش موجود. زملائكم اللي قدام بعض منهم موجود ودروا عمل ممتاز الفترة الأخيرة، كان هم 40 واحد تقريبا كلهم أسلام حليقة، ومع ذلك داروا شغل كل المحطات التلفزيون تتكلم عليه. فما بالك عادي كان مشاهد القوة هذه واللي بعدكم، كل ما تجمع مجموعة سلاح وسيارات تطلع بجرد. نبقوا نسمع أخبار سر العالم كله، راه ليبيا كلها تبعت فيكم، كل ليبيا كلها ترجع فيكم، وولادكم ووطنكم يرجع فيكم. التراجع والخوف والتردد أنساه بالكل، لأن هذا وطنك وهذه بلدك وهذه شهادة حقيقية، مش كذاب. كل واحد فيكم أكيد دفاع عن بلده وعن تراب بلده وعن عائلته وعن مدينته. ولكن اللي اثبت شباب ليبيا اليوم، ليبيا الحره، انهم رجال حقيقيين بغرض النافع. هذه الضاره هذه هي لمتنا على بعضنا، خلتنا كل يد واحده. ولكن يا اخواني، خاصه الشباب اللي قاتلوا الاحرار، اللي قاتلوا بظلم الجيش وكذا، المرحله هذه تبي تنظر. يعني ارجوكم عنا القوات المسلحه اللي معكم، ارجوكم وقفوا هنا. أول شيء أنتم غالين علينا وما نبغاش تضيعوا في رصاص العدو اللي موجود. أنتم كل واحد منكم يمثل قيمة عندنا.